السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ انا زميلتكم اميرة شريف فرقة خمسة. هتكلم دلوقتي على التوتوريال بتاع السوليتري ثايرويد نيديول. تمام، في التوتوريال بتاعي هعرف يعني ايه سوليتري ثايرويد نيديول، وازاي ان احنا نشخص حد عنده سوليتري ثايرويد نيديول. طيب يعني ايه سوليتري ثايرويد نيديول؟ مبدئيا الثايرويد جلاند عندي بتبقى موجودة في اللور بارت من النك، فهي بيكون مكان الجلاند عندي بيبقى مكان سموث وريجولر، ما فيهوش اي حاجه ولا اي سويلنج ظاهر ولا اي حاجه. معنى ان يظهر سويلنج عندنا عند المكان بتاع الثايرويد جلاند، ده معناها سوليتري ثايرويد نيديول، ان يظهر عندي سويلنج في امبالبابل جلاند، يعني جلاند المفروض ما كانتش محسوسه، دلوقتي بدات احط ايدي بدات احس عليها سويلنج. تمام، بعد كده يقول لك البريفلنس بتاعتها اللي هي نسبه ان هي تحصل من 3 ل 4% في الادلت بوبوليشن، بتحصل في الفيميل اكتر من الميل بنسبه 4:1، وتيجي في الفيميل من سن 20 ل 70 سنه. اهميه ان انا اشخص حد عنده سوليتري ثايرويد نيديول، يقول لك ان 10 ل 15% من الحالات اللي بيحصل لهم النيديول دي بتكون مالجننت، فانا لازم ان انا اشخصها واحط دايما في دماغي الاحتمال الوحش اللي هو المالجنسي، عشان ان انا اشخصه في الاول واعالجها في الاول يبقى احسن بكتير. يبقى كده سوليتري ثايرويد نيديول ان دي عباره عن سويلنج بيظهر في امبالبابل جلاند، البريفالنس بتاعتها نسبتها 3 ل 4% في الادلت بوبوليشن، في ميل لميل بنسبه 4:1، بتحصل في الفيميل من 20 ل 70 سنه، امبورتنس بتاعتها 10 ل 15% منها بيكونوا مالجننت، فلازم اشخصها في الاول. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي السوليتري ثايرويد نيديول، اللي يخلي النيديوله تطلع جوه في قلب الثايرويد جلاند؟ ممكن الاسباب بتاعتي تكون حاجات نون نيوبلاستيك يعني مش تيومرز، وممكن الحاجات دي تكون نيوبلاستيك يعني التيومرز، وطبعا نسبه النون نيوبلاستيك من رحمه ربنا بتبقى اكتر بكتير من النيوبلاستيك. طيب اول حاجه النيوبلاستيك اللي هي التيومر زي اي تيومر عادي، عرفنا ان في بيناين وفي مالجننت تيومر، وبرده من رحمه ربنا البيناين اكتر من المالجننت بكتير. في عندنا بقى اللي هي النون نيوبلاستيك اللي هي حاجات مش تيومرز، اللي هي الامراض العاديه اللي بتحصل في الثايرويد جلاند اللي اتكلمنا عليها في النظر كتير، اللي هي الايه الكولويد نودولار جويتر والهاشيموتو ثايرويدايتس والساب اكيوت ثايرويدايتس، وكل الحاجات دي خدناها بالتفصيل في النظري. طيب الحاجات اللي هي النون نيوبلاستيك قلنا في بيناين وفي منها مالجننت. البيناين عندنا هو تيومر واحد وقلنا عليه برضو اللي هو الفوليكولار ادينوما، اما المالجننت اربعه. الفوليكولار ادينوما لما يتحول لكارسينوما يبقى اسمه فوليكولار كارسينوما على نفس الاسم، ممكن يبقى في حاجه اسمها بابيلاري كارسينوما، انابلاستيك كارسينوما اللي هي اندفرنشيتد اللي شكلها وحش وشكل الخلايا مختلف عن بعضه، ميدلاري كارسينوما اللي بتبقى طالعه من المدله بتاعه الجلد، وكل الحاجات دي برضو اخذناها بالتفصيل في النظري. طيب ازاي بقى ان انا اشخص حد، دي الجزء المهم عندي، ازاي ان انا اشخص حد عنده سوليتري ثايرويد نيديول؟ اول حاجه عندنا كترتيب بس للكلام ان احنا بناخد اول حاجة هيستوري من العيان عشان نشخص الحالة وعشان نوصل لتشخيص صح ونعالج صح. اول حاجة انت تقعد مع العيان وتبدأ تاخد منه هيستوري، اسمك ايه، سنك قد ايه، عايش فين، مش عارف ايه، وكلام كتير كده هناخد منه بس اللي يهمنا في الهيستوري بتاع تشخيص السوليتري ثايرويد نيديول. بعد كده انا خدت من العيان هيستوري وقعدت معاه، ببدأ بقى افحصه، اللي هو الدور بتاعي ان انا هبدأ افحصه، والفحص بيبقى حاجه من اتنين، يا اما جنرال اكزامينشن بنفحص الجسم كله، وبعد كده ببدا اركز على الجزء اللي العيان جاي بيشتكي منه اسمه اللوكال اكزامينشن. ماشي، برضو انا هاخد عند اللي يهمني في الاكزامينشن، انا هشوف ايه وانا بعمل اكزامينشن. بعد كده بنعمل انفستيجيشنز، انا شكيت في حاجه معينه وانا بفحص العيان، هبدا بقى اعمل الفحوصات والاشعاعات اللي تخص الحاجه دي عشان ابدا اكد التشخيص بتاعي وامشي في اتجاه العلاج الصح. تمام، فانا عندنا بقى حاجه اسمها الايه سوليتري ثايرويد نيديول ورك اب، نشخصها ازاي؟ اول حاجه بنعمل هيستوري، بعدها نبدا نفحص العيان بالاكزامينشن، بعد كده ببدا اعمل انفستيجيشنز بتاعت اللي هي الفحوصات، ودول اربعه مهمين عندي في الثايرويد جلاند، اللاب ايفالويشن والثايرويد سكان والفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي والسيرجيكال بايوبسي، والحاجات دي هقولها دلوقتي. طيب اول حاجه انا اصلا ليه المفروض ان انا اشخص الحاله دي اللي هي سوليتري ثايرويد نيديول؟ مش احنا قلنا ان من 10 ل 15% منها يعني بيكونوا مالجنسي، فلازم ان انا احاول ان انا اشخصها في الاول عشان فرصه العلاج بتاعها تكون احسن بكتير. تاني حاجه، معظم الحالات اللي بتكون جايه بالسوليتري ثايرويد نيديول دي بتكون اسيمتوماتيك، يعني ما بيش ظاهر عليها اي اعراض، حتى ممكن العيان ما يجيش يشتكي منها، مجرد ان انا وانا بعمل عيان روتين انفستيجيشن للنيك او للثايرويد جلاند وانا بحس النيك بتاعت العيان او انا بحس الثايرويد جلاند بالروتين اكزامينشن العادي، ممكن احس تحت ايدي ان النديوله ظاهره، فانا بقى هبدا امشي في الاتجاه بتاع السوليتري ثايرويد نيديول، لكن كشكوى العيان مش بيجي يشتكي من حاجه، ده معظم الحالات. بعد كده ممكن العيان نفسه هو اللي يبقى جاي، وهي برضو طبعا بتبقى اسيمتوماتيك معظم الحاجات،
فهو العيان بيحط ايده على رقبته يقول لك ان هو حس ان الديوله ظاهره تحت ايده لكنها مش بتوجعه مثلا. تمام. طيب يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا لازم اشخص الحاله. اول حاجه معظم الحالات بتبقى اسيمبتوماتيك، عشان كده احنا ممكن نكتشفها بالروتين نيك بالبيشن، وهو الدكتور بيحس النيك بتاعه البيشنت عادي في الروتين اكزامينشن العادي، يعني هو مش بيبقى عامل حسابه ان هو يعمل اكزامينشن لمكان. تمام. او ان العيان جاي بيقول ان هو حس بايه، حس بماس تحت ايده او حس بسويلنج تحت ايده. طيب بيقول لك ان احنا عندنا كمان ايه، احنا عندنا ليه ان احنا لازم نشخص السوليتري ثايرويد نوديول في الاول، عشان 10% منها بيكونوا مالجنسي، وفرصه ان انا اشخصها في الاول بيبقى احسن بكتير. طيب اول حاجه الهيستوري لما بنيجي نتكلم مع العيان بنساله على شويه حاجات. اول حاجه عنده الايج بتاعه، مش احنا قلنا دلوقتي ان هي بتيجي في الفيميل اكتر من الميل بنسبه 4:1، وتيجي في الفيميل من 20 ل 70 سنه. يبقى انا لما نعرف سن العيان ده مهم، عشان هيدخل في دماغي الحاجه اللي هتبقى في الاتجاه ده. تمام. يبقى معظم الماليجنسي بتبقى اكتر من سن 20 ل 70 سنه. بعد كده السكس، احنا قلنا ان هي تحصل في الفيميل اكتر من الميل. عندنا حاجه اسمها البابيلاري كارسينوما، ده البابيلاري كارسينوما بيحصل اكتر في الفيميل، بيتعرضوا للراديشن. تمام. يبقى عندنا الفيميل اهي اللي بتتعرض للراديشن يحصل لها بابيلاري سيل كارسينوما. بعد كده في فاميلي هيستوري، هنسال عيان بقى هل في حد ان هم حد من قرايبه عنده نفس المرض، حد من اخواته، حد من قرايبه، الكلام ده كله. لان في عندنا هو البابيلاري سيل كارسينوما والبابيلاري ثايرويد كارسينوما والمدلري ثايرويد كارسينوما، الاثنين دول بيحصلوا في ايه، بيحصلوا في الناس اللي هي قرايب. تمام. اللي هم اخوات بقى كانوا قرايب كده. يبقى في عندنا نسال عن الفاميلي هيستوري، مهم نسال الشخص ده. تاني حاجة لما بيكون عندنا التيومر ده بيكبر طبعا بسرعة جدا، فالعيان بيجي يقول احنا بناخد منه الهيستوري، الحاجة دي كانت بتكبر بسرعة ولا بتكبر بالراحة كده. تمام. في عندنا الرابد ريت اوف جروث، ده بيمشيني ناحية ايه، ناحية المالجنسي او ناحية التيومرز. في عندنا كمان الهيستوري دي بتوجع ولا مش بتوجع. في عندنا التيومر بقى، التيومرز بتكون بتوجع طبعا، اللي هي المالجنت تيومرز بتكون بتوجع، ونتيجه ان هي بتكبر بسرعه قوي بتبدا تضغط على الاستراكشرز اللي حواليها، مثلا وراها اللارينكس، فتبدا تضغط على اللارينكس فيها الفوكال كوردس، الاحبال الصوتيه بتاعه الصوت، فيبدا يحصل العيان ده هورسنس اوف فويس. تمام. يبقى في الهيستوري اول حاجه الايج بتاعي بيبقى عندنا بتحصل في الفيميل من 20 ل 70 سنه، دي المالجنسز. الفيميل يحصل لهم بابيلاري سيل كارسينوما اكتر حاجه بتحصل للفيميل اللي بيتعرضوا للراديشنز. لو في عندنا فاميلي هيستوري او حد من قرايبه عنده نفس الديزيز بيبقى اكتر مع البابيلاري ثايرويد كارسينوما والمدلري ثايرويد كارسينوما. التيومرز بيبقى ليها رابيد ريت اوف جروث، بتكبر بسرعه جدا وبيبقى في معاها بين وهورسنس اوف فويس، نتيجه ان هي بتضغط على الاستراكشرز اللي حواليها. ده بالنسبه للهيستوري. بعد كده انا خدت هيستوري من العيان وبدات سالته على حاجات دي، هبدا بقى اعمل له اكزامينيشن، هبدا ان انا افحص العيان. هنفحص العيان، وانا بفحصه بلاقي ان الديول تحت ايدي، هبدا بقى اوصفها، ان الديوله دي طريه، ان الديوله دي ناشفه، هل هي فيرم، هل هي سيستيك. بعد كده طبعا عندنا الثايرويد جلاند بتبدا تودي على يعني اي مكان في الجسم فيه الليمف نود بتعمل درينج للمكان ده، فعندنا الثايرويد جلاند بقى بتبدا تودي على سيرفايكال ليمف نودز، فلو حصل انلارجمنت اشوف بقى، لو حصل انلارجمنت في السيرفايكال ليمف نودز او كده بيبقى فيه انلارجمنت مع ايه، مع التيومرز. يبقى في عندنا ايه، في عندنا وانا بعمل اكزامينيشن بلاقي تحت ايدي النوديول دي اوصفها، هل هي فيرم، هل هي سيستيك. بعد كده بشوف الانلارجد ليمف نودز اللي موجوده، الانلارجد سيرفايكال ليمف نودز. طيب بعد كده قلنا بعد خطوه الاكزامينيشن انا دلوقتي هاخدت هيستوري من العيان، بعد كده عملت له اكزامينيشن وفحصته، بعد كده انا شكيت في حاجه معينه، هبدا امشي في اتجاه اللاب، هبدا امشي في اتجاه الانفستيجيشنز، انا هبدا اعمل له تحاليل وفحوصات عشان احاول ااكد التشخيص اللي انا شكيت فيه. فاول حاجه بعملها اللي هي اللاب ايفالويشن. اللاب ايفالويشن ده اللي هي الحاجات بتاعه المعمل، التحاليل. طيب احنا عندنا ثايرويد جلاند بتطلع لي هرمون التي 3 والتي 4، زيادتهم او نقصهم بيأثروا على تي اس اتش، فانا هبدا اعمل ايه، تحليل لهرمونات للتي 3 والتي 4 والتي اس اتش. كمان الثايرويد جلاند بتطلع كالسيتونين، يبقى انا برضو لازم اشوف الكالسيتونين ليفل عامل ايه، عشان عرفنا المدلري كارسينوما بتطلع في المدله بتاعه الجلاند اللي بتطلع كالسيتونين، فاكيد هيأثر على الكالسيتونين ليفل في البلد. بعد كده في عندنا اتنين ديزيز، في عندنا حاجه اسمها توكسيك نيدول وهاشيموتو ثايرويدايتس. اول حاجه الهاشيموتو ثايرويدايتس خدناه في النظر ان بيطلع انتيبوديز ضد الثايرويد جلاند بتبدا تكسر فيها، فبنلاقي في البلد بتاع العيان بنلاقي الانتيبوديز اللي ضد طالعه ضد الثايرويد.
في عندنا توكسيك نديول، في عندنا نديول في الثايرويد جلاند حصل فيها مشكله، فبدا الجسم يعتبرها كجسم غريب يطلع ضدها اوتو انتيبودي، فابدا برضو الاقي الانتيبوديز دي موجوده في البلد. يبقى اول حاجه في اللاب ايفالويشن اللي هو اول خطوه في الانفستيجيشنز بتاعتي، بشوف التي اس اتش ليفل، التي 3 والتي 4، بشوف كمان الكالسيتونين عشان لو الشخص ده جاي له مدلري كارسينوم، بشوف كمان الثايرويد اوتو انتيبوديز عشان لو فيه توكسيك نديول او فيها هاشيموتو ثايرويدايتس. تمام، طيب دي اول حاجه في الانفستيجيشن. تاني حاجه مهمه هي الالترا ساوند. الالترا ساوند ده اللي هو السونار، السونار ده يعني احنا اكيد شفناه كتير وعارفينه، ده هيعرفني بقى مهم على الثايرويد جلاند ليه، هعرف بيه حجم النديوله اللي ظهرت، هل هي سيستيك، هل هي سوليد، هل هي فيرم، هل هي يعني طريه ناشفه، الحاجات دي كلها السونار هيعرفه لي. وكمان السونار هيعرفني لو كانت الليمف نودز اللي بتعمل درينج اللي هي سيرفايكال ليمف نودز حصل فيها انلارجمنت ولا لا. تمام، يبقى الالترا ساوند السونار مهم ان هو يعرفني السايز والنيتشر بتاعت النديول، النيتشر هل هي سوليد هل هي سيستيك، كمان اشوف بيها ايه الليمف نودز لو حصل فيها انلارجمنت. طيب اللي بعدها اللي هي الثايرويد سكان. يعني ايه ثايرويد سكان؟ اول حاجه يقول لك سودو ترماين النديول اكتيفيتي، لو كانت اوفر اكتيف يبقى اسمها هوت، هنلاقيها هوت، لو كانت اكتيف بس يبقى ورم، لو كانت اندر اكتيف يبقى كولد. ما علينا، في عندنا دلوقتي الثايرويد سكان، المفروض احنا ثايرويد جلاند عندنا بتطلع لي ايه ثايرويد هرمون. الثايرويد هرمون ده عشان خطوات التصنيع بتاعته ان الجلاند بتعمل ابتيك للايودين. تمام، فانا بقوم جايبه الايودين، بس ما بيبقاش ايودين بقى عادي، بيبقى ايودين مشع وحقنه في العيان. الايودين هيمشي في الدم ويوصل لحد الثايرويد جلاند عشان هي بقى اللي هتمصه يعني. فعندنا الثايرويد جلاند بدات تمتص الايودين المشع. تمام، طيب لو في عندنا نديول ظهروا في قلب الجلاند والنديول دي كانت هايبر اكتيف، هايبر اكتيف يعني اكتيفيتي بتاعتها اكتر من الاكتيفيتي بتاعت الجلاند بكتير، فهتمتص كميه اكبر من الايودين، فيبقى لونها يعني تمتص كميه من الايودين اكبر من الجلاند هتاخدها، فيبقى لونها اغمق من لون الجلاند زي النديول اللي ظاهره عندي دي. ادي لون الجلاند العادي اهو، وهي لونها اغمق قوي من الجلاند. تمام، فدي بيسموها هوت نديول. تمام، هوت نديول اوفر اكتيف نديول امتصت كميه كبيره جدا من الايودين خلت لونها غايب. طيب لو هي كانت النديول زي اللي فوق دي اللي هي لونها ابيض يعني افتح بكتير من لون الجلاند، ده معناها ان الجلاند هي اللي امتصت الايودين والنديول ما خدتش اي حاجه، فدي بيسموها كولد نديول او بيسموها اندر اكتيف نديول، نديول مش شغاله، هي نديول بس كبيره كده موجوده في قلب الجلاند نون فانكشنينج، مش بتمتص اي حاجه من الايودين، فبيسموها كولد او اندر اكتيف، بين البنين بيسموها ورم او اكتيف. تمام، دي الفكره بتاعت الثايرويد سكان. بعد كده عندنا حاجه اسمها فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، ان انا بقى دلوقتي هبدا ادخل حقنه واخد عينه من الحاجات اللي هي الفلويد اللي موجود جوه في قلب الثايرويد جلاند وابدا افحصه واشوف النيتشر بتاعته عامله ايه. تمام، يقول لك بقى الفاين نيدل، انا دلوقتي بدخل نيدل او بدخل السرنجه او ابره جوه في قلب الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند دي طبعا مش قاعده لوحدها كده بس في الرقبه، دي وراها التراكيه، وراها ستراكشرز تانية، فانا ممكن ادخل بالابره تدخل تعور اي ستراكشر من الحاجات اللي موجوده حوالين الثايرويد جلاند. فعشان كده يقول لك ان هي لازم تبقى جايدد باي الالترا ساوند، ان انا باخد السونار وابدا اشوف عشان ابقى داخله في مكان انا شايفاه، يعني انا شايفه انا بعمل ايه، شايفه الابره وهي داخله، او ممكن بالبلبيشن ان انا امسك ثايرويد جلاند في ايدي وابدا ادخل الابره وابدا اسحب العينه اللي انا عايزاها. ده معنى الفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، ودي الصوره بتاعته. بعد كده في سيرجيكال بايبسي، ان انا خلاص بقى افتح السكين وابدا اخد عينه صغيره كده من الثايرويد جلاند وابدا اخدها في المعمل اشوف الاستراكشر بتاع الخلايا عامل ايه، الحاجات اللي هي التغييرات بتاعه الميكروسكوبيك باثولوجي اللي احنا عارفينها دي كلها. يبقى سيرجيكال بايبسي فور هيستو باثولوجيكال اكزامينيشن. تمام، ده كده خلاص التوتوريال. احنا عرفنا يعني ايه سوليتري ثايرويد نديول، ان جلاند كانت امبلببل بقت بلببل، يعني بقيت احسها تحت ايدي، تبقى في الفيميل اكتر من الميل. تمام، وعرفنا الاسباب بتاعتها، اما حاجات نون نيوبلاستيك واما حاجات نيوبلاستيك، وقلنا اهميه ان انا اشخصها في الاول ليه، عشان في 10% منها بيكونوا مالجنسي، وفرصه ان انا اشخصها في الاول يكون احسن، وكمان لان العيان بيبقى اسيمتوماتيك ما بيجيش يشتكي من الاعراض، فانا ممكن اكتشفها بالروتين انفستيجيشن يبقى حاجه كويسه قوي. بعد كده عرفنا ازاي ان احنا نشخصها، قلنا بنقعد مع العيان ناخد هيستوري بنساله على هي في ميل بقى ولا ميل، هي في ميل تعرضت لراديشن يجي لها بابيلاري ثايرويد كارسينوما،
في فاميلي هيستوري ولا ما فيش، في العيان حصل له هورسنس اوف فويس وفي بين في المكان ولا، عشان ده يوديني ناحيه التيومرز اكتر. تمام. بعد كده بدات اعمل الانفستيجيشنز بتاعتي، وقلنا اول حاجه اللاب انفستيجيشن، بنشوف بقى الحاجات الهرمونات اللي طالعه من الجلاند ولو في اوتو انتيبودز في البلد. بعد كده دخلت على حاجة اسمها الثايرويد الالترا ساوند. الالترا ساوند انا بعمل سونار عشان اشوف لو في لينف نود حصل فيها انلارجمنت، واشوف النديول اللي ظهرت دي او السويلنج اللي ظهر ده اخباره ايه، اللي هو فيرم ولا سيستيك ولا حجمه عامل ازاي. بعد كده قلنا حاجة اسمها ثايرويد سكان، احنا بنحقن العيان، نحقن العيان بايودين مشع عشان ابدا اشوف النديوله اللي ظهرت دي هتمتص كتير ولا مش هتمتص خالص ولا تمتص بين البنين، يبقى فيه بورم وكولت النديول. بدات اعمل حاجه كمان اسمها فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، ان انا بدخل حقنه وابدا اخد عينه من الثايرويد جلاند. واخر حاجه خالص اللي هي كانت بايوبسي، ان انا اخد عينه من الثايرويد جلاند وابدا افحصها تحت الميكروسكوب عشان اشوف الهيستوباثولوجيكال تشينجز. تمام، اتمنى تكون الموضوع اتلم وشكرا.